كيفه ديال القهوه علاش حيدتو لينا البانوال؟ لينا الطعسي جلخنا ماما هادشي عندك بغيت نقول لكم هذا كتقولوا لماما ماما راني تشوف الفيديو واسمحي لي ماما راني جلخت لك لينا من هذا المنبر لا 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 خاطر الله ما جي انا لا هي راني قصت لك لينا والله خاطر انا غير قاصه حداها والله لا لا حرام عليك الصراحه لا الصراحه الصراحه ماشي انتي اللي قلتي لي نهيدوها نخبعوها ويدي 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 لا اختي ما درتش حرام عليك اختي حرام عليك شوفي خبعت ديك الحوايج ديالها ولا درتي لها خصي وانا جايه بخير سلام اخويا لاباس عليك جيتو هاد النهار لقيتو الباب كنشعلو هادو باش نسخنو في العشية الدار كتبقى باردة اه تبارك الله عليك الجية الباب كدا اختي ضروري يعني جيت عندنا ولكن عندنا البرد اييه البرد كان شويه في ازرع حنا اللي الموت حنا اللي في ازرعنا اه سهله اش قلت لك هاد الشمينه اللي كتشعل نقول لكم شاد المشاهد على منظر اكثر ملي كان في الضوء كاع ديال الدار وكتبقى غير هي اللي شاعله كتبدا كتك تك 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 واحد النهار العسل هنا في المراح لا سنه في المراح بقات هذه شاعله شنو نقول لكم والله ما قديت زمان نوض قسم وكان فيه عطش كان راه سخن وهي تي السنيه ها وسخنات هاد البلاصه هادي والله ما قديتش نمشي نشرب قوه الدا ديال داك النعاس سمحوا لي بديتي غير ما قلتي لا سلام لا والو راه كاع هو السلام عليكم مشاهدي كيف بقيتو دورينا احنا دابا دابا حباب دابا صافي كيف بقيتو كلشي مزيان كيما شفتوا دابا ما شاء الله دابا الفيديو دخلنا في الصباط الزربيه يا صباط قلتي لهم ولينا احباب اييه ما قلتي لها سلام والله يا صاحبي بصح ما دخلت الصباط قلت للزربي كلنا ولينا صباط دابا حنا احباب وصحاب وخوت اللهم لك الحمد كما شفتوا دابا ان شاء الله انا نشارك مع جوزتي هاد الوصفات الطبيعيه ديال الصحه اقسم لكم بالله البنات زعما اللي عندها داك الشيء ماشي عجوزتك لوسي قلتي عجوزتي فري والله ديش عليا راني بحال بغيت نبدا نعمل شحال من مره كتسول كتقول لك شنو كديري للبشره ديالك وهادي اه دابا ان شاء الله نوريكم السر ديال اللي كندير للبشره ديالي وهي صراحه الله هاد الوصفه هادي وضروري شي واخا بارد الحال البنات نوصيكم ان كل صباح تغسلوا وجهكم بماء بارد ما تغسلوش وجهكم كاع بماء سخون لا دافي ماء بارد زوين كيجبد البشره وكيخليها تصفى وصابون عادي ما فيهش الريحه هادشي صراحه بدا كندير الوصفه هادي وكنغسل بها ما كاين لا برودوي لا وهادي ديال الوجه لا وهادي شوفي ما كاين ما درتيش حاجه من داكشي صابون طبيعي الماء بارد وهاد الوصفه هادي ان شاء الله وخليكم معنا ان شاء الله باش تجي نوال ونشاركوا معكم هاد الوصفه هادي ما تمشيو لها نخليكم معاك طاولة دابا ضربت عليكم دابا صافي العافية شبكات ايوا العافية شبكات يعطيك الصحة ناجية اه باش تسخن مع راسكم الله انا صاصي هاد الوصفة ما غنطش من هنا باش عرفتوا تسالوا ندخلوا هادشي الحمام صافي اختي صافي ان شاء الله يا رب نصلي يقول لنا جي اختنا خلصوا على السخونيه لا لا مرحبا بكم علاش لا لا اختك اختي نجي شوف نجي تبارك الله راها بحال اختنا كبيره الله يسهل عليها حتى هي الله يفرحها اسمحوا لي المهم نخليكم معنا ان شاء الله ايا انا وغادي تجي باش تبدا لكم الوصفه وجيبوا ورقه وستيلو نصحكم والله الا داك الشيء عندها زعما واعر وكيصدق جيبوا ورقه وستيلو غير باش ديروا سيروا الحمام السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كي درتو مع الصحيحه كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي وشكرا كاع الناس اللي كيبغيونا وكما خلات اختي زين اللي بغانا بغيناه واللي ما بغانا ما بغيناه عندك الحق شكرا لكم كاملين الله وكما كتشوفوا البنات معايا هذا النهار غادي نقدم لكم وصفه للجسم بالنسبه للبنات اللي عندهم ليطاش ديال الحبوب الصحه ديالهم اللي عندها السيلوليت زوينه هذه الوصفه بزاف بزاف راه كنستعملوها كاملين لا انا لا الوالده لا وفاء كاملين كنستعملوها هما نافعه انت في العائله وحق الله تخطي انت الزنه الماء انا كيعجبوني البنات العشوب تحيه انا والله كتنفعي الله الا كتنفعنا الفيديو راه غادي تهبط انا ولاد بحال بحالي شوف عرفتي حمقوني وكاع الحاجه اللي طبيعيه كتعجبني ما كاينش محسن من الطبيعي البرودوي الشيميك دابا الناس ولاو كيفهموا بالله راه البرودوي الشيميك راه ما بقاش خدي صافي ماشي شي حاجه اي حاجه الشيميك راه ما كتنفعش للصحه كترجع بعدا كنفرح ملي كتجينا واه كنقول صافي بداو الاعشاب بداو الوصفات اللهم لك الحمد المهم نبدا معكم البنات وغير جربوا هذه الوصفه والله الا على ضمانتي الا زوينه بزاف انا كنشوف بزاف ديال الوصفات وكنشوف شحال من حاجه ما كتصدقليش انا ما نقدرش نعطيكم شي حاجه اللي ما غاديش تصدق لكم انا مجربه على اللحم ديالي بصح
غادي نقدم لكم وصفه شنو فيها البنات. هنايا عندي فليو كتاخدي من عند العشاب 5 دراهم من كل حاجه فاش كتجيبيها للدار، وكتعبريها اختي غير بزليفه صغيوره، كديري كديري زليفه ديال الفليو صغيوره، وزليفه ديال الورد صغيره، وزليفه ديال الريحان والبابونج، وهذا الشيح هذا العرعات عفوا، وهذا الشيح و تتنسى كيمشي الازير دابا راني قبل الكاميرا صافي صافي. ها انتما البنات نعاود لكم باش ما تلفوش، هذا فليو وهذا الورد وهذا الريحان وهذا البابونج وهذا العرعر وهذا الشيح وهذا ازير والعكر الفاسي. العكر الفاسي راه فيه الانواع، ولكن هذا النوع هذا زوين، هذا اللي كنستعمل زوين بزاف تبارك الله بجد. وكنحتاجو حتى الوراق ديال السدر والقهوة، قهوة ديال الباكيات اللي تنصبخوها في القطارة، راكم عارفين البنات القهوة كتكون حبوب، ولا حسن من الاحسن الا لقيتو هذيك حبوب من عند العطار وطحنوها على يديكم هذيك احسن. انا غير ما لقيتهاش عندي في الدار الصفره درت هذه. والكركم البنات راكم عارفين اي وحده غنقول ليها الكركم اللي كتعرف هذا الشيء ديال الاعشاب يعجبها الكركم، وانا غادي نولي ندوز لكم ونقول لكم كل حاجه ليش شنو المنافع ديالها. وهنايا انا باش كحست عندي حقاش باش نشوف مزيان، هذا الزعتر وهذه الخزامه والحلبه والشاي الاخضر الصيني وهذه اللويزه، هذا الشيء كامل البنات تناخذوا منه زليفه صغيره. وضروري فاش تمشيو البنات اللي عندكم شي حنه، هذه راه الحنه شتي تبان لكم كحله، الحنه اللي تكون بحال هكا ها، المهم تقول للعشاب عطيني الحنه ديال الصحه اللي تكون تطلقش. ما تكونش كتطلق تكون قديمه، هذه دابا عندي انا قديمه وكنخليها بحال هكا ما كنطحنهاش حتى كتقدام مزيان باش ما تطلقش في الصحه ديالك، كتاخدي منها حتى هي زليفه. انا غادي نوريكم دابا كل حاجه. وزعما هذا فليو البنات زوين بزاف بزاف، هذا راه زوين حتى للشعر زوين ليه كان زوين الشعر بزاف. وكندير فليو دابا هنايا فليو ريحته عاطيه، غسلاه ونيتو منقياه وكل شيء شوف فليو زوين. والشيح الشيح راه غزال ما تخافوش منه. كنزيد الشيح انا هادشي كلشي غادي نديرو، غادي ندير هادشي كامل غندير هادشي كامل وغادي نخلطو غادي نخلط هادشي كامل ونطحنو في مونيكس وديك الساعه والله الا مزيان فطحانه حاجه بوحدها. لا لا غنطحن كلشي في الطحانه والله مزيان حسن ونطحنو كله في الطحانه وديك الساعه نوريهم ان شاء الله عاد نغربلو. وهذا العرعار، العرعار البنات راه زوين حتى هو للصحه، العرعار غزال. والورد البلدي خلاص هذا راه ديال البلاد، مصيبه الوالده على يديها تبارك الله شي طالع زوين جاي غزال توتا ريحته زوين. والريحان البنات ها هو الريحان، كندير زليفه ديال الريحان. الورد راه غزال شتو غير ما ورد كيفاش كيرد لك الصحه ديالك، شتي كي كيرد الصحه ما ورد بزاف وزوينه، اما بالو كيما درتيه لصحتك كيفاش غادي يرد عليك. صح والبابونج البنات كيفتح اللون ديال البشره ما كنحتاجش كيديروا حتى الشعر. الصفه هذه هذه ليها حتى لوجهك كديرها لصحتك ديرها لوجهك وما عندك منش تخاف. وازير اكليل الجبل هذا هو غزال ازير، كتحمقني انا راه عرفتي راه كنشم الريحه ديال كتحمقني. والاوراق ديال السدر هادو راه كيديروهم بزاف الناس في الرقيه الشرعيه، كيديروهم بزاف ديال الحوايج هاد اوراق السدر، كانوا مذكورين مذكورين في القران على اوراق السدر وغزالين، اي حاجه خلاص راه كاينه هنايا راه كتكون مذكوره في القران. بصح الحمد لله وزوينين بزاف حتى هما كنديروهم. والقهوه البنات غزاله القهوه، الناس اللي عندهم سيليليت احسن حاجه القهوه، ما كتردوش البال لاي برودوي، اي برودوي كتكون فيه القهوه. الزيوت كتلقاي كتمشي للوصفات كتلقاي القهوه بصح، يعني القهوه هي العنصر الاساسي لمحاربه السيليليت. غزاله القهوه كنديروها البنات القهوه هذه غادي نطحنها، مازال غادي ندير شي شويه باش غادي نبقاو نقوميو به. والكركم البنات حتى هو زوين بصح، غندير منه زيت. سالي دوك نتشديو تطحني على العطار تشريه حبه
حبوا التخمين. عرفتي العافيه هذه شلشلات اللي جيتو. شوفي انا ما نهضرش على الترخيط، عرفتي كنت ساعه نشوف فيك ونشوف فيها. نشوف فيك ونشوف فيها. غزاله العافيه. حمزه جيب لي عافاك اخويا معايا القرحه. غنجيبها لك انا. غزاله العافيه. نسيت ما جبتش معايا القرحه. انت سخونه. عرفتي دابا ايوب، اش دار دابا ايوب؟ اه. دابا شعل العوافي بيني وبينك. العافيه بيني وبين وفاء. راه واخا ايوب شعل العافيه بيني وبين وفاء. المحبه اللي بيني وبين عافيه. الحمد لله اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد الصح. هذه الصغيره اللي نزلت كملت زعما انا شعور نكملوا الموضوع. كنديروها البنات هذا الزعتر دابا نقي فن غزال اي حاجه راه كتحط في ماما فلوس حطني في ليو كوت ما نقيو زوين والله العظيم. لويزا لويزا غزاله لويزا تبقاو تشربوها زوينه الناس تشربوها في الصباح المساء ما تقرفيش بزاف باش ما تسمعش ولينا واخ ولينا حنايا في هذا العصر ديال الاعصاب وديال اي حاجه كتعصبك ان لويزا لويزا غزاله والله انا كتكمل كتهد والشاي الاخضر الصيني حتى هو ها هو زوين هذا الشاي هذا راه عرفتي كي كيعرف الوجه بصح انا كنلاحظ كيديروا حتى داك لي بون اللي كيكون في هذاك اللي كيكون في الكوارت وان تداك كيديروا اها والحلبه البنات الحلبه البلديه راه الحلبه البلديه راه كتكون صغيره ورقيقه بصح الروميه كتكون غليظه اها هذا رقيقه هي اللي كدار غادي نديروا هذه الحلبه حتى هي وغادي نطحنوها والبنات اللي غادي يقولوا لي الحلبه راه غادي تغلطني ما غاديش تغلط الريحه ولا عرفتي كي غادي ترد لك اللحم ديالك الحلبه غادي تردك بحال البيضه ومقشر كما كنقولوا حنا بيضه بصح والله الا بصح بيضه مقشره غزاله الحلبه هذه تعدات نادي كناوي منها تطول لنا في عمرك لا 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 هادشي العشب وانت داكشي ديال لاكواف وداكشي صراحه تيبي تاكسي غدا تطلقينا الخزامه عرفتي الخزامه زوينه البنات حتى هي الخزامه رائعه انت جمعتي غير اللب ديال الاعشاب ولا يعني هادشي هذا ما تعكزوش عليه انا كنعكز يا اختي عند العشاب 5 درهم جيبي ورقه وستيلو 5 درهم ديال الخزامه 5 درهم كل حاجه هادشي اللي ذكرت لك بصح غادي تجيبيه وتاخدي زليفه صغيره وتعبري بها ولا شتي لك 5 درهم كامل اللي جبتيها اختي شديها كامله وخلطيها كما هكا وخلطي هاد الوصفات وطحنيهم وديريهم في واحد القريعه وفيما تدخلي للحمام تبقاي ديريهم وغادي نزيدو عليهم ونزيدو حتى الحنه البنات على هادشي كامل وسمحوا لي الا قويت عليكم الهضره لحقاش غير باش بصح لا لا بصحت انا والله طول عمرك راه هادشي زوين شكرا هذا خلاص حتى التالي عاد نكون اصلا غادي نمشي ان شاء الله غادي نطحن هادشي كامل مزيان ونرجع لكم بدي السلام عليكم انا نقول لهم السلام عليكم السلام عليكم جديد صافي انتما البنات دابا غادي نغربلو هاد العشوب هادو ها اللي طحنتهم قبيله في الطحانه غادي نغربلهم مزيان باش ما يبقاوش الا كانت شي حاجه الا كانت شي طروفه ولا شي حاجه غلايه شي حاجه حنا درتيها قبل ما طحنتيهم مجموعه ما كانش كيعكز وراه درت فيهم اللي كل حاجه بوحدها معلقه معلقه قد هكا ديال الملحه راه زدتها هنايا ها الملحه كتجمع اللحم بصح كيف تيقول لك تشبع الشبا لا خصني نقدرش نديرها وما نقدرش نديرها للحمي انا كنعطي البنات شي حاجه اللي كنديرها على الحمي انا ما نقدرهاش نقدر شي حاجه تضرني ونعطيها لهم و... اييه شوف تبارك الله عليك اختي هذا الشيء هادشي زايد هادشي زويف دابا خصنا هاد الليله ما غنديرو لا حمام لا والو غدا ان شاء الله غنشعلو الحمام اييه اه اختي وغادي نديرو هادشي مع الصابون البلدي ماشي نقول دابا داك تخلطيه مع الصابون البلدي مع الصابون البلدي ها ما تدير لها ماء الا بغا يجي يصرعها يصرعها يزيد الماورد يزيد لها ماورد وهي راه فيها اصلا ماورد الا بغا يزيد لها ماورد يزيد لها ماورد هاد الغريب اللي هذا صغير اه بصح شد ليا شي شويه كون انا قصي لا خصني ها انت هكا دابا معلقه انا ماشي ياك ما معذبك ديال معزز ياك ما معذبك نقصو شي شويه نقصو شي شويه دابا غادي تشوفوها البنات دابا كيما غربلنا هاد الشيء هذا ها غربلناه مزيان غربلتو وداك الشيء اللي كيشات لكم في الغربله طحنوها البنات وتوليو عاوتاني تغربلوه بصح حتى حاجه ما تضيع لا
القهوه صافي ديك ديريها كاع غير هكاك غير باش ما تجرحلكش اللحم ديالك وصافي. القهوه انا غادي نزيد هنايا نزيد زليفه ديال القهوه. علاش حيدتوا لينا الطناول؟ لينا طاحتي جلخنا الماما هادشي عندك قلت لكم هذاك تقولوا الماما ماما غادي تشوف الفيديو وسمحي لي ماما راني جلخت لك لينا من هذا المنبر. لا 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 خاطر الله ماشي هي لا هي راني قصت لك لينا الله خاطر غير قاصه حداها والله لا لا حرام عليك الصراحه لا الصراحه الصراحه ماشي انت اللي قلتي لي نهيدوها نخبعوها ويلي 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 لا اختي ما قلتش حرام عليك اختي حرام عليك شوفي خبعت لك الحوايج ديالها ولا درتي لها خصيهم ماما راه هنايا صنع لك لينا بالشوب اكرم فازل. دابا هاد القهوه البنات عرفتي غزاله غادي نزيد بعدا العكر الفاسي وي هي شي زين هادشي غزاله خاصها الحمام اختي دا غدا غنشعل لك الحمام على هاد الغدا هذا صافي نقصو 5 السوايع صافي نقصو انا قبل هاد الخلطه هذا غنقصو 5 السوايع انا زدت ليها علاش زدت ليها البنات القهوه هكا لحقاش شحال مره كديري سنيده مع مطيشه كتبغي تقومي وجهك وكتبقاي اختي مقابله وجهك ولي لا الصحه راه كيخصها تقومه بصح حتى الصحه راه كيخصها حتى خصها مقابله والقهوه علاش زدتها بحال هكا هما طحنتهاش كما شفتوا طحنت واحد الشيو هذه خليتها بحال هكا باش غادي نقومي بها. دابا هاد الوصفه غادي نوريكم شنو ندير ليها وما تعكزيش اختي كنعكز ما تعكزيش اختي ما تعكزيش انا كنقولها حتى البنات اللي كتفرجوا هو تا هضر معاك هادي اللي جاتك بعدا راك بعدا كنعكز انت راه خلاص هادشي هذا راه كيتفرق دابا على ثلاثه هذا هادي ماما تاخد شويه وانا شويه اختي بديتي داك من الاخر صافي قلت لك ما عطاكش ربي يخليك اختي لاله طيب قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه غادي تشديها مع الصابون البلدي فاش تدخلي الحمام فاش تشديها غادي ديريها مع الصابون البلدي وغادي تحطيها على صحتك كما كنديروا ديما راه كتقوميها نوري للناس كتقوميها مزيان على اللحم ديالك كتقومي تقومي تقومي مزيان والبلاصه اللي بغيتيها تتغلط غادي تقوميها مزيان تحكر عليها اكثر اها وفاش كتقومي وبالصابون البلدي وهاد الوصفه هذه غتخلطيها نيتيه مع الصابون البلدي وتقومي بها تمشيها في صحتك مزيان هكا هكا كتمشيها صافي وكتشلي ليها وكتبداي تحكي واش نقول لكم البنات بانك شي دراع ديال الحكان ما يحبسش راه الوسخ كاع ما غادي يحبس غادي يخرج لك كحل ياه ياه الوسخ كيخرج كحل بداك ليطاش اللي تيكون وبالخلاص الوسخ واش كتكوني دايره وليني حتى ليطاش وغير كتخويه كتكوني دايره شتي باش كتكوني دايره الصابون البلدي وهاد الوسخ اللي كتخوي عليك الماء ما حتىش كيولي اللحم كيولي في البلاصه كيولي كيرطب وكيولي كيرطب وكيولي بيض كيبان بصح صراحه هاد البنات وسيروا خذي 5 درهم كل حاجه اللي بعدا شوفوا عطيني حقي يعد كبيره الادم بعدا تيعد النقطه. دابا هانتوما البنات بما سال الادم جلسنا كنصبروا شويه بما سال الادم ودابا هاد الوصفه هذه ها كما قلت لكم غادي تاخذي اختي 5 دراهم والله ما تعكسيش عليها غير زعمي وديريها تحلي كنعكزوا على بزاف ديال الوصفات هذه فاش ديريها غادي تستغني على دوك الوصفات اللي كديري كاملين ديال الوجه اللي كديري لوجهك اللي كديري لصحتك سيري عند العشاب اختي وخذي 5 دراهم ديال العشوب من هادشي هذا اللي قلت لك وجيبيهم وطحنيهم في مونينيكس وغرب ليهم وديرهم فواحد القريعه وحطيهم للطرف باش فين ما تبغي منهم غادي تهزي غير معلقه ساهل دغيا دغيا ما تعكزي لا حتى حاجه. دابا غادي نديرهم في القريعه بسم الله عطيك الصحه خاصه انا كي غزاله شي زويو يخليك دير في قرعه ديال الزاج باش كتحافظ على الريحه قرعه الدجاج خاصك عارفه خلاص الجو ضروري هو كيخلي الريحه وصلت هاد القريعة مزوينة مديكوراجيها تعطي المنظر زوين. دابا هادي صافي خصنا نساويو حنايا دابا راه باقي القريعة ديال ماما نفرقو يلا سير نفرقو بيناتنا صافي حتى نوريهم البنات يلا هانتوما البنات كيما شفتو معايا أنا شاركت معاكم شي حاجة يوميات ديالنا ديال الحمام اللي ديما كنديروهم لا أنا لا الوالدة لا وفاء كاملين كنديرو هاد الوصفة هادي هاك وان شاء الله غادي يولي لحمكم غزال وغترحموني عليها ان شاء الله خصنا نداومو وكنتمنى وانا ما نقدرش نعطيكم شي حاجه اللي ما غاديش تصدق ولا شي حاجه اللي غادي ترجع ليا بالمضره بقاو يقولوا راه دارت لينا ولا هذه غزاله
وترحموني عليها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي امين. وتحيه لكم كاملين البنات، وكنبغيكم بزاف 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 بزاف، وراكم عزازين عليا. وانا سبحان الله العلي العظيم كنولف انا كنولف دابا غير مع هكا الكاميرا، وكنقرا لي كومونتير بحال اللي راه تولفت مع الناس عزازو عليا. شكرا لكم كاملين، وكنبغيكم بزاف يا ربي. تحياتي لكم البنات، وتهلاو في راسكم مع هاد القماجه دها، ما ديروش. المهم البنات تهلاو في راسكم، سلام عليكم، تبي ديجي ان شاء الله. سلامه.